أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. أخيرا أنا في مانشستر في منطقة رشم. طبعا هاي المنطقة حيوية جدا جدا، بتشعر أنه أنت في البلاد. عشرات المطاعم والمقاهي العربية والكتابة على المحلات. الناس بيسألوني وين نسكن، مانشستر أحد الخيارات. طبعا إحنا بعد عن السنتر بس حوالي يمكن 10 دقائق بالسيارة. حبيبنا اللي متابعيني من مانشستر، ألف تحية لكم. أفغان كوزين عنده أزكى كبدة ممكن تأكلها في حياتك. مطعم أفغان كوزين صراحة من المطاعم اللي بتعمل كبدة اللي هي الكباب بس على الطريقة الأفغانية، من أروع ما شفت، وبصراحة ما شفته في لندن بس في مانشستر. الوجبة اسمها قابلي. هذا جزء من منطقة رشم بالليل. طبعا احنا وصلنا متأخرين، حفرجيكم كيف رشم بنهار. اجيت على منطقة رشم حتى افرجيكم كيف المنطقة في النهار. مانشستر حلوة وكويسة ومنيحة تعزروها، بتجدوا فيها أشياء كثير. على فكرة الشارع اللي موجودين فيه إحنا هنا شارع انتشر كثير جدا في بريطانيا كاملة، أشهر شارع موجود هو شارع العرب خاصة في الأعياد. في مطاعم كثير جدا منها العربية ومنها الهندية. على فكرة كان اسمه هذا بالزمانات كاري مايل، فلذلك الهنود والباكستان زمان وكان موجودين في الشارع هذا. الآن كثروا المطاعم العربية زائد من كل الجنسيات موجود مطاعم هنا، وشارع مشهور جدا. وتحياتي برضو أبو مالك معكم جمال السويطي إلي قناة على اليوتيوب، والآن مع يوسف الحلو ممتاز جدا. والآن في مطعم عند مطعم جفرة أبو أحمد، مطعم جفرة ممتاز بأشياء كثيرة جدا. تفضلوا زورونا وما تنسونا، واللي بوكل الطعمية برجع على الصينية أكيد، لأنه أكل زاكي، سيرفيس كويس، معاملة كويسة، حياة كويسة. اتمنوا للجميع، تحياتي لكل المشاهدين الكرام، السلام عليكم.